ما طلبش يشوفك في الآخر خالص 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 خالص، وهو كان ده اللي اتقال لي ان هو كان بيجيب افلامي ويتفرج عليها، وكان طبعا رافض حكايه التمثيل دي خالص تماما يعني. فاتقال لي ان هو كان بيجيب الافلام بتاعتي ويتفرج عليها لوحده وكده، ويقعد يعيط انما ما حاولش يتصل بيا، ما حاولش يكلمني. تفتكري كان بيعيط عليكي عشان وحشاه، ولا بيعيط عشان شايف حاجه مش راضي عنها؟ دي بقى انا ما اعرفهاش، ممكن يكون ده وممكن يكون ده، انما انا اللي بلغني ان هو كان بيتفرج على افلام ساعات ويقعد يبكي. انما هو بيبكي عشان انا بشتغل ممثله، ولا هو بيبكي عشان انا وحشته، او هو غلطان في حقي، الله اعلم. ضميرك انبك لما توفى انك انت ما زرتيهوش وهو عيان؟ طبعا ندمتي. طبعا ضايقت وزعلت من نفسي، بس قد كده ما قدرتش يعني اشوفه بعد العمر ده كله، وبعدين اروح اقول له ايه، اقول له يعني انت سبتني اكتر من 30 40 سنه سايبني.